مرحب شهر الصوم مرحب ليالك عادت في. هنا وفي حي شبرا العريق ومنذ أكثر من 30 عاما يشرف جميل بنيوني على مائدة الإفطار سكان الحي في رمضان. جميل المسيحي يؤكد أن هذه المائدة تمثل رمزا ليس فقط لشبرا وإنما لمصر الحقيقية. المائدة دي في ناس كتيرة بتساهم فيها يمكن ما نعرفش بعض، ودي حلاوتها. فلان بيجيب فلان بيعمل، ولا ده يعرف ده ولا ده يعرف ده، وممكن محدش بيجي لغاية هنا. لسنوات طويلة تعود جمال على القدوم لأخذ وجبة الإفطار له ولعائلته من هنا كحال معظم المترددين على المكان. المائدة دي ما دورش مين عملها أسامي، لما دور على أسامي يبقى مش هتعمل حاجة. اللي عملها ناس محترمة، مسلم مسيحي بتاع إخوات مع بعض محدش يعرفه. هذه المائدة التي يخدم فيها المسلمون والمسيحيون تقدم الطعام بطريقة تحفظ كرامة الفقراء. عملنا فكرة العمود على أساس لو في حاجة متبقية من الأكل ممكن هم يأكلوها تاني في البيت، وفي نفس الوقت بيبقى سطرة في البيت، حتى لو واحد جايله معزوم من برة ولا حاجة، أو لو واحد جايله بيبقى ستر في البيت يعني. جرجس الذي يملك ورشة قريبة يعتبر رمضان شهر الخير والبركة على الجميع. المائدة من أول ما اتنشأت وهي برضو كده، ما فيش جديد يعني، بل بالعكس من الأحسن للأحسن. ويتمنى مرتاد هذه المائدة أن يستمر خيرها لسنوات قادمة. أن يشكر اللي هو بيعمل حاجات دهياً، اللي بيعمل حاجات دهياً للظروف اللي زي حالاتنا دي، بقى عيالنا عاوزة ده عاوز من عند ربنا الأول، فهم مشكوراً يعني بيدونا العمود كل يوم نيجي ناخده وناخد فيه أكل وناكله فيه، وحلوين زي الفل، مش جعانين برضه الحمد لله. وتبقى هذه المائدة في هذا الحي وفي هذا الوطن ردا على كل محاولة تستهدف النيل والوقيعة بين المصريين. أحمد بجات، العربية، القاهرة.